بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وبعد. فهذه قراءة لأرجوزة جوهرة التوحيد للعلامة برهان الدين اللقاني بتخفيف القاف، وهو إبراهيم ابن إبراهيم المالكي المتوفى سنة 1041 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، راجعا من الحج رحمه الله ونفعنا بعلمه أمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد، وقد خلى الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. وبعد، فالعلم بأصل الدين محتم يحتاج للتبيين، لكن من التطويل كلت الهمم فصار فيه الاختصار ملتزم. وهذه أرجوزة لقبتها جوهرة التوحيد قد هذبتها، والله أرجو في القبول نافعا بها مريدا في الثواب طامعا. فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذا لرسله فاستمعا، ومثل ذا لرسله فاستمعا. إذ كل من قلد في التوحيد إيمانه لم يخل من ترديد، ففيه بعض القوم يحكي الخلف، وبعضهم حقق فيه الكشف، فقال إن يجزم بقول الغير كفى، وإلا لم يزل في الضير. واجزم بأن أولا مما يجب معرفة وفيه خلف منتصب، فانظر إلى نفسك ثم انتقل للعالم العلوي ثم السفلي، للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم، لكن به قام دليل العدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام اشرحن بالعمل، مثال هذا الحج والصلاة، كذا الصيام فدر والزكاة. ورجح زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان، ونقصه بنقصها، وقيل لا وقيل لا خلف كذا قد نقل، فواجب له الوجود والقدم، كذا بقاء لا يشاب بالعدم، وأنه لما ينال العدم مخالف برهان هذا القدم. قيامه بالنفس وحدانية منزها أوصافه سنية، عن ضد أو شبه شريك مطلق، ووالد كذا الولد والأصدقاء، يقال شبه وشبه وشبيه، والوزن هنا شبه، وقدرة إرادة وغايرة أمرا وعلما والرضا كما ثبت، وعلمه ولا يقال مكتسب، فاتبع سبيل الحق واطرح الرياب. حياته كذا الكلام السمع، ثم البصر بذي أتانا السمع، فهل له إدراك ولا خلف، وعند قوم صح فيه الوقف، أي عليم قادر مريد، سمع بصير ما يشاء يريد، متكلم ثم صفات الذات، ليست بغير أو بعين الذات. فقدرة بممكن تعلقت بلا تناهي ما به تعلقت، ووحدة أوجب لها، ومثل ذي إرادة والعلم، لكن عما ذي وعما أيضا واجبا والممتنع، ومثل ذا كلامه فلنتبع. وكل موجود أنط للسمع به، كذا البصر إدراكه إن قيل به، وغير علم هذه كما ثبت، ثم الحياة ما بشيء تعلقت، وعندنا أسماؤه العظيمة، كذا صفات ذاته قديمة، واختير أن اسماؤه توقيفية، كذا الصفات فاحفظ السمعية. وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، ونزه القرآن أي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه. فكل نص للحدوث دل، احمل على اللظ الذي قد دل، ويستحيل ضد ذي الصفات في حقه كالكون في الجهات، وجائز في حقه ما أمكن إيجادا إعداما كرزقه الغنى. فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل، وخاذل لمن أراد بعده، ومنجز لمن أراد وعده، فوز السعيد عنده في الأزل، كذا الشقي ثم لم ينتقل. وعندنا لعبد كسب كلف به، ولكن لم يكن به ولكن مؤثرا فلتعرف، هنا به ولكن لم يكن مؤثرا فلتعرف، هذا نثر. وعندنا العبد كسب كلف به ولم به ولا مؤثرا فلتعرف يحرر، فليس مجبورا ولا اختيارا، وليس كلا يفعل اختيارا، فإن يثبنا فبمحض الفضل، وإن يعذب فبمحض العدل. وقولهم إن الصلاح واجب، عليه زور ما عليه واجب، ألم يروا إلى مو الأطفال، وشبها فحاذر المحال، وجائز عليه خلق الشر والخير كالإسلام وجهل الكفر، أيضا كذلك هذا في شيء، والخير كال
الخير كسلام وجهل الكفر ويحرر. واجب إيماننا بالقدر وبالقضاء كما أتى في الخبر، ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحصار للمؤمنين، إذ بجائز علقت هذا وللمختار دنيا ثبتت، ومنه إرسال جميع الرسل فلا وجوب بل بمحض الفضل، لكن بذا إيماننا قد وجب، فدعا وقوم بهم قد لعب، واجب في حقهم لمان وصدقهم وضف له الفطان، ومثل ذا تبليغهم لما أتوا، ويستحيل ضدها كما رووا، وجائز في حقهم كالأكل وكالجماع للنساء في الحل، وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح المراء، ولم تكن نبوة مكتسبة، ولو رقى في الخير على عقبة، فلذاك فضل الله يؤتي لمن يشاء جل الله واهب المنن، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فملعان الشقاق صلى الله عليه وسلم، والأنبياء يلونه في الفضل، وبعدهم ملائكة ذي الفضل، هذا وقوم فضلوا إن فضلوا، وبعض كل بعضه قد يفضلوا، بالمعجزات أيد تكرما، وعصمة الباري لكل حتما، وخص خير الخلق أن قد تمما، صلى الله عليه وسلم به الجميع ربنا وعمما، بعثته فشرعه لا ينسخ بغيره حتى الزمان ينسخ، ونسخه لشرع غيره وقاحت من أذل الله من له منع، ونسخ بعض شرعه بالبعض أجز وما في ذا له من غض، ومعجزاته كثيرة غرر منها كلام الله معجز البشر، واجزم بمعراج النبي كما رأوا، وبرئا لعائشة مما رموا، وصحبه خير القرون فاستمع، فتابع لمن تبع، وخيرهم من ولي الخلافة وأمرهم في الفضل كالخلافة، يليهم قوم كرام بررة، عدتهم ست تمام العشرة، فأهل بدر العظيم الشان، فأهل أحد بيعة الرضوان، يعني فأهل أحد و أو فاء بيعة الرضوان بالحذف، هنا فأهل أحد فاء بيعة غلط، فأهل أحد بيعة الرضوان، والسابقون فضلهم نصا عرف هذا، وفي تعيينهم قد اختلف، وأيضا يحرر هذا البيت لعل له رواية أخرى، فأهل أحد والسابقون فضل نصا عرف هذا، وفي تعيينهم قد اختلف، وأول التشاجر الذي ورد إن خط فيه واشتنب داء الحسد، ومالك وسائر الأئمة كذا، أبو القاسم هداة الأمة، فواجب تقليد حبر منهم كذا، حكى القوم بلفظ يفهموا، وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفى فانبذا كلامة، وعندنا أن الدعاء ينفع كما من القرآن وعدا يسمع، بكل عبد حافظون وكلوا، وكاتبون خيرة لن يهملوا من أمره شيئا فعل ولو ذيل، حتى الأنين في المرض كما نقل، فحاسب النفس وقلل لملا، فرب من جد لأمر وصلا، وواجب إيماننا بالموت، ويقبل الروح رسول الموت، وميت بعمره من يقتل، وغير هذا باطل لا يقبل، وهفن النفس لذا النفح اختلف، واستظر السبكي بقاها الذي عرف، عجب الذنب كالروح لكن صحح المزني للبلا ووضحا، وكل شيء هالك قد خصصوا عمومه، فاطلب لما قد لخصوا، ولا تقض في الروح إذ ما ورد نص من الشرع، لكن وجد لمالك هي صورة كالجسد، فحسبك النص بهذا السند، والعقل كالروح ولكن قرروا فيه خلافا فانظر ما فسروا، سؤالنا ثم عذاب القبر نعيم واجب كبعث الحشر، وقل يعاد الجسم للتحقيق عن عدم وقيل عن تفريق محضين، لكن ذا الخلاف خص بالأنبياء ومن عليهم نص، وفي إعادة العرض قولان ورجحت إعادة العيان، وفي الزمن قولان والحساب حق وما في حق ارتياب، فالسيئات عنده بالمثل والحسنة ضعف بالفضل، وباجتناب للكبائر تغفر صغائر وجل وضوء يكفر، واليوم الآخر ثم هول الموقف حق فخفف يا رحيم واسعف، واجب أخذ العباد الصحف كما من القرآن نصا عرف، ومثل هذا الوزن والميزان، فتوزن الكب أو الأعيان، كذا الصراط فالعباد مختلف مرورهم فسالم ومنتلف، والعرش والكرسي ثم القلم والكاتبون اللوح كل حكم، لا لاحتياج وبها الإيمان، يجب عليك أيها الإنسان، والنار حق وجدت كالجنة، فلا تمن لجاحد ذي جنة، دار خلود للسعيد والشقي، معذب منعم مهما بقي، إيماننا بحوض خير الرسل حتم كما قد جاءنا في النقل، ينال شرب من أقوام وافوا بعهدهم، وقل يذاد من طغوا، وواجب شفاعة المشفع محمد مقدما لا تمنع، وغيره من مرتضى الأخيار يشفع كما قد جاء في الأخبار، إذ جاء غفران لغير الكفر فلا نكفر مؤمنا بالوزر، ومن يمت ولم يتب من ذنبه فأمره مفوض لربه، وواجب تعذيب بعض ارتكب كبيرة ثم الخلود مجتنب، وصف شهيد الحرب بالحياة ورزقه من مشتهى الجنات، والرزق عند قوم ما بينتفع، وقيل لا بل ما ملك وما اتبع، فيرزق الله الحلال فاعلم، ويرزق المكروه والمحرم، في الاكتساب والتوكل اختلف، والرجع التفصيل حسب ما عرف، وعندنا الشيء والموجود وثابت في الخارج الموجود، وجود شيء عينه والجوهر، الفرد حادث عندنا لا ينكر، ثم الذنوب عندنا قسمان، صغيرة كبيرة في الثاني، منه المتاب واجب في الحال، والانتقاض إن يعد للحال، لكن يجدد توبة لما اقترف، وفي القبول رأيهم قد اختلف، وحفظ ديني ثم نفس ما النسب
ومثل عقل وعيد قد وجب، ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ومثل هذا من نفى لمجمع أو استباح كذنا فلتسمعي، وواجب النصب إمام العدل بالشرع فعلم لا بحكم العقل، فليس ركنا يعتقد في الدين فلا تزغ عن أمره المبين. إلا بكفر فان بذن عهده، فالله يكفينا أذاه وحده، بغير هذا لا يباح صرفه وليس يعزل إن أزيل وصفه. وأمر بعرف واجتنب نميمة وغيبة وخصة ذميمة، كالعجب والكبر وداء الحسد وكالمراء والجدل فاعتمدي. وكن كما كان خيار الخلق حليف حلم تابعا للحق، فكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. وكل هادي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. وكل هادي للنبي قد رجح، فما أبيح فعل ودع ما لم يبح. فتابع الصالح ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. هذا وارجو الله في الإخلاص من الرياء، ثم في الخلاص من الرجيم، ثم نفسي والهوى، ومن يمل هؤلاء قد غوى. هذا وارجو الله أن يمنحنا عند السؤال مطلقا حجتنا، عند السؤال مطلقا هنا مطلقا مطلقا حجتنا، ثم الصلاة عند السؤال مطلقا حجتنا، ثم الصلاة والسلام الدائم على نبي دأب المراحم محمد وآله وعترته وتابع لنهجه من أمتي. اللهم صل وسلم وبارك على محمد بعد خلقك وإضاء نفسك وإضاء عرشك ومدى كمتك ربي في لي ولوالدي ولمشايخ وللمسلمين آمين. إلهي نجي من كل ضيق، فأنت إلهنا مولى الجميع وعبد في المدينة المستقر والرزق ثم دفن بقي آمين.